بسم الله الرحمن الرحيم. علامات تثبيت حفظ سورة المجادلة. قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت وفيما صدر عنه في حقها من الظهار، وهو قوله لها: أنت علي كظهر أمي، أي في حرمة النكاح، وهي تتضرع إلى الله تعالى لتفريج كربتها، والله يسمع تخاطبكما ومراجعتكما، إن الله سميع لكل قول، بصير بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. هنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع، إن الله سميع، ماضي مضارع واسم. عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه السماوات والأرض. بتقول إن هي في غرفتها وبينهم ستارة، ويخفى عليها بعض قولها، يعني بعض قولها كان يخفى على عائشة، فبتقول سبحان الذي وسع سمعه السماوات والأرض. فسبحان الله، يعني مش بس السمع، كمان العلم. في الصفحة اللي وراء، أول ما نقلب هذه الصفحة هنشوف في علم الله سبحانه وتعالى، مهما الناس تتناجى، يعني تتناجى يعني سر ما حد بيسمعهم، أو حتى بيعلم بذات الصدور اللي انت ما حدثت بيه نفسك، حتى ما خرج من فمك. وطبعا هو علمه أزلي، سبق الخلق أيضا، يعني يعلم كل الناس تعمل إيه يعني قبل خلقه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. هنا أمهاتهم مجرورة، لأن ما هنا بمعنى ليس، يعني ليس هن أمهاتهم، فده اسم ليس، هن في محل رفع، وأمهاتهم خبر ليس أو خبر ما منصوب بالكسر، لأن ده جمع مؤنث سالم. طيب، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني ما يقول لها أنت عليك ظهر أمي، هي مش أمه، مين أمه؟ اللي ولدته. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. واللي قالوا ده يعني معناه إيه ده؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. اللي يقال يقول لزوجتي أنت أمي، أو علي كظهر أمي، أنت محرمة علي مثل ظهر أمي، يعني حرام، هذا الكلام منكر وزور. وإن الله لعفو غفور، يعني ربنا هيغفر لهم سبحان الله. طيب، هنا عندنا الذين واللي وراها والذين، ولا هنا ما فيهاش واو، لكن هنا فيها واو. طب هنا فيها منكم، وهنا في ما في منكم، يعني فاللي ما فيهاش واو فيها منكم، وهي الأولى. التانية فيها واو ما فيهاش منكم. والذين يظاهرون من نسائهم، على طول يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا. يعني دلوقتي بعد ما قال لها انت محرمه عليا، عايز ينام معاها تاني. طيب يعمل ايه؟ لا، كلام مش خلاص، لازم يعمل تكفير لهذا، يعني شبه يمين ده، ففي عقاب هنا. فتحرير رقبه من قبل ان يتماس، فهو الوقت فيه رقبه تتحرر ما يتصرف. فتحرير رقبه من قبل ان يتماس، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. هنا اللي فيها والذين يظاهرون، فيها توعظون، يعني طيب، يعني هنربط الظه بالظه. توعظون، والذين يظاهرون هنا جمع، يظاهرون وتوعظون أيضا جمع. فهنا عندنا ذلكم، ليه بقول كده؟ لأن عندنا هنا فمن ده مفرد، عندنا ذلك، يبقى والذين يظاهرون ما فيهاش منكم من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة، طبعا رقبة مؤمنة، بيحمل المطلق على المقيد، اللي هي في سورة المائدة، أو النساء اللي هي: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المقيد على المطلق، قصدي يحمل المطلق هنا، دي ما فيهاش مؤمنة، على المقيد هناك.
وبعدين من قبل أن يتماس، عندنا أيضا هنا من قبل أن يتمس في تصرف تاني، إذا ملأ يعمل إيه؟ ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هنا عندنا بصير، الباء بتيجي قبل الخاء فوق، يعني في سمع وبصر مرتبطين ببعض. بعدين خبير هنا عندنا أيضا في الآية 13، والله خبير بما تعملون. عندنا الآية 11، والله بما تعملون خبير. يعني مثل هذه بالظبط، والله بما تعملون خبير، على اليمين تحت هنا في الآية 11، والله بما تعملون خبير. بعدين بعد كده في الآية 13، والله خبير بما تعملون، عكسها. طيب فمن لم يجد، اللي ما يجد رقبة يحررها يعمل ايه؟ فصيام شهرين. طيب فتحريره، التاء قبل الصاد، يعني الاول يحرر ما لقاش يحرر يبقى يصوم. فصيام شهرين متتابعين، طبعا اهلاك ان الواحد يصوم شهرين متتابعين، مش كل الناس تقدر عليه. من قبل ان يتمس ايضا، ما يلمسها الا لما يخلص. فمن لم يستطع فاطعام 60، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فصيام شهرين متتابعين في سورة النساء توبة من الله. فعندنا هنا زيادة في سورة النساء رقبة مؤمنة، وعندنا هنا زيادة من توبة من الله. طيب ما عندناش زيادة هنا، السورة ليست طويلة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. احنا قلنا هنا ذلكم عشان ده جمع، وهنا فمن ده مفرد، ذلك مفرد، لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله، دي حدود، يحادون يعني إيه بقى؟ يعني يشاقون، يخالفون الأوامر، يحاربون كده، يعني عصيان شديد. يعني إن الذين يحادون الله ورسوله، هنا لتؤمنوا بالله ورسوله، يحادون الله ورسوله، وهتتكرر تاني في الصفحة اللي ورا. هنا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فنربطها ازاي؟ هنا عندنا وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين عذاب مهين، يعني وللكافرين عذاب، وللكافرين عذاب، عندنا بينهم بقى كبتوا كما كبت، يعني عايزة أقول كاف وكاف كاف وكاف، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. الأول أليم جت بالألف وراها نقول إن. طيب وبعدين مهين، هاخد منها الميم والياء وقول يوم. وللكافرين عذاب مهين، متى؟ يوم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم. عندنا أيضا يوم يبعثهم الله جميعا متكررة في الآية 18، فهناك فيحلفون. هناك الصفحة الآيتين دول مليانة حه، مليانة حه، حزب الشيطان وكده، في مليانة ح هناك، فهناك فيحلفون، وفي حلفان في الصفحة هناك اللي ورا، هنا مفيش حلفان. فهنا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. يعني طبعا عندنا الملائكة بتكتب كل شيء للي بينكره واللي بينسوا. والله على كل شيء شهيد، يبقى سميع بصير وخبير وعلى كل شيء شهيد. وفي الصفحة اللي وراها هيورينا علم، علم الله سبحانه وتعالى، عشان كده هينبئهم بما عملوا. ألم ترى أن الله يعلم؟ عندنا ألم ترى هنا بس، أن الله يعلم، وبعدين هنا ألم ترى إلى الذين، وهنا ألم ترى إلى الذين، يبقى ألم ترى اتكررت 3 مرات، بس أول واحدة بنتكلم على الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض،
ما يكون من نجوى. الصفحة هنا كلها بتتكلم على النجوى، وداخلين كمان في الصفحة ديت هنا آيتين نجوى. المهم هتتكلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وبعدين ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. دول مهما يتناجوا، يعني يتنازوا يعني توشوشوا محدش سامعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يعني هو رابعهم ازاي يعني؟ يعني هو معهم أينما كانوا. يعني ازاي معهم؟ ليس بذاته طبعا، بعلمه. اهو بدأناها بالعلم ونهيناها بالعلم، يبقى بعلم الله سبحانه وتعالى. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء. طيب، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. مش هيقعد بقى يعد لنا الأعداد كلها، لا، هو قال نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى يبقى اتنين، ولا أقل حتى، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أين هنا مفصولة، أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يبقى عندنا الآية اللي قبلها إن هو هينبئهم، ودي أيضا ينبئهم، فينبئهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، عشان عندنا في الصفحة اللي هناك هم هيحلفوا، انما هنا فينبئهم ووراها فينبئهم. على كل شيء شهيد، وهنا بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم، خلاص كلها علم الله. نجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. عندنا ألم تر ثم يعودون لما نهوا عنه. كان عندنا في الآية 3 ثم يعودون لما قالوا، فطبعا القاف اللي هي الآية الثانية، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. القاف تيجي قبل النون. ثم يعودون لما نهوا عنه. فدول بتوع النجوى هنا، نجوى نهوا عن النجوى، ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لو وقفنا عليها نقول معصية ت مفتوح. فهتتكرر تاني هنا. ربنا سبحانه وتعالى هيقول للذين أمنوا عشان ما يدخلوش النار، لما بيجي عذاب للكفار، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيكلم المؤمنين بينهاهم عن شيء عشان ما يدخلوش النار زيهم. فنفس الكلام هنا، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، بدل من الناس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيقولوا دلوقتي حاجة تانية، مثلا يقولوا حياك الله، مساء الخير، صباح الخير، والحاجات دي. مثلا بدل ما يقولوا وهم خارجين السلام عليكم يقولوا مثلا في أمان الله، وحاجات كده غريبة. المهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فربنا هيعذبهم، هيقول لهم ايه؟ حسبهم جهنم يصلونها، يدخلونها فبئس المصير. خلاص دول دخلوا جهنم. بنكلم بقى الذين امنوا، هيقول لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. زي ما هم عندهم يتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، انتم ما تعملوش كده. اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. امال يتناجوا بايه؟ وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. من أول هنا السور يعني فيها كلمة واتقوا الله، واتقوا الله، يعني عايزين نفرق بينها إن شاء الله. عندنا مثلا هي واتقوا الله كتير في سورة المائدة، وعندنا طبعا في عندنا المتشابهات كلها متجمعة في ملفات طبعا بتاخدوها مكتوبة، لكن هنا في الصور التغابن والتحريم والصور اللي ورا دي من الحشر وكده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، واتقوا الله ان الله شديد العقاب، وبعدين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد، واتقوا الله تاني. فعندنا واتقوا الله متكررة في الصور اللي جاية، يعني واتقوا الله الذي اليه تحشرون. بعدها بيجي سورة الحشر، بعد سورة المجادلة هتيجي سورة الحشر. سبحان الله، سبحان الله. إنما النجوى، يبقى النجوى، 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 النجوى،
يعني في اسم وفي فعل. كل التصريفات أيضا. إنما النجوى من الشيطان، هنا تحشرون فيها شين، بفتكر الشيطان على طول بالشين وراها، هو يعني اللي بيوز الناس ويوسوس لهم. إنما النجوى من الشيطان، ليه بيقول لهم تناجوا يا كفار تناجوا؟ عشان يتوشوشوا كده قدام المؤمنين، يقوم المؤمنين يحزنوا ويقولوا بيتكلموا علينا وبيدبروا لنا وبيعملوا بيسووا. من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. مفيش أي حاجة هتضر المؤمنين لما يتناجوا زي ما يتناجوا، إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمن، وتوكلوا على الله، ما يهمكوش مهما يتوشوشوا ولا يخططوا ما يخططوا، ما في حاجة تأذيكم إلا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمن. سبحان الله. في الأنفال، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعدها بيجي يا أيها الذين آمنوا، فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا. عندنا مثلها في التغابن، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الناس ممكن تتناجى في المجلس يعني كده، وفي الأماكن قاعدين يتكلموا ويتوشوشوا مع بعض. فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا يبقى هنا تحشرون. وبعدين الشيطان شيئا انشزوا، فانشزوا، انشزوا يعني ارتفعوا، يعني قوموا من المجالس، قوموا يعني هم يرفع الله، انشزوا ناشز يعني اللي بترفع. هنا انشزوا فانشزوا يعني ارتفعوا، او يعني امشوا او غادروا او قوموا من مجالسكم لأمر من الأمور فيه خير فقوموا. فربنا هما يرتفعوا وربنا هيرفعهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله خبير، والله بما تعملون خبير. عندنا هنا يفسحي ح درجات جيم خبير خ. عندنا بعد كده هنا تناجيتم جيم وخير خ ونجوى جيم وبعدين خ، يعني جيم خ جيم خ. المهم عارفين ان النجوى داخله هنا كمان في الايتين. والله بما تعملون خبير جت قبل كده في الايه 3، الايه 3 ايوه، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. هي نفسها هنا والله بما تعملون خبير، وبعدين هنا عندنا والله خبير بما تعملون. التالتة هي المختلفة الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة واحدة بس. ذلك برضو يعني ليست ذلكم خير لكم وأطهر. هنربط الطاء بتاعت أطهر بأطيعوا، أطهر وأطيع، شايفين؟ وأط وأط يعني الواو والألف والطاء هنا وأطي. طيب فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. كانت هناك فمن لم يجد فصيام، هنا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هنا فقدموا الأمر ده مضارع، هنا صدقات، هنا صدقة وهنا صدقات. فإذ لم تفعلوا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص مش عايزين تحطوا صدقات، بس المهم صلوا وزكوا، صلوا وزكوا. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، هو ربنا غفور رحيم فهو تاب عليهم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ما عندكوش فلوس زيادة تعملوا بيها صدقات، خلاص مش مشكلة، المهم بس انتوا صلوا وزكوا وأطيعوا الله ورسوله.
طيب عندنا الله ورسوله في السورة كلها زيها في الأمثال، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. عندنا في آخر الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فعندنا سورة الممتحنة هتيجي بعدين، فهي في هنا كلمة الآخرة يعني جاية في الآخر بعد المجادلة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. نقف هنا عشان التشابه، وبعدين نقول إيه؟ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هي أصلا سورة المجادلة كان هي فيها اللي بيظاهروا دول بيقول لها أنت عليا كظهر أمي، يعني زي بيحلفوا كده. المهم هنا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، دول بقى الكاذبون، دول الكاذبون. هنا الصفحة فيها ويحلفون كما يحلفون، وفي بينهم أيمانهم، يبقى بيحلفوا أيمان، هما بيحلفوا أيمان في أيمان وبعدين يحلفوا تاني. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم. عندنا في سورة دي بتاعت الممتحنة تولوا من غضب الله عليه. طيب أعد الله لهم عذابا شديدا، هذه يعني هنا في تشابه كتير بين الصور، يعني بالنسبة ل لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، دي في الممتحنة الآية 13 آخر آية فيها. وبعدين في الآية دي أعد الله لهم عذابا شديدا في سورة الطلاق الآية 10 بيتكلم على أعد الله لهم عذابا شديدا. أيوة هنا عندنا إنهم ساء ما كانوا يعملون، في تقديم وتأخير بين المنافقون وبين المجادلة. يعني ازاي؟ يعني عندنا في سورة المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. طب اللي جت هنا الأول السورة الأولانية اللي هي المجادلة بدأنا بأعد فيها همزة يعني، وبعدين إنهم ساء ما كانوا يعملون، هنا تعملون، هنا يعلمون، هنا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا، لو تشوفوا ربنا بيعذبهم كم مرة، هنا أعد الله لهم عذابا شديدا فلهم عذاب مهين، وهنا أولئك أصحاب النار في الأذلين. سبحان الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هذا بس أشوف الطلاق اللي هي القرية طلاق الآية 10 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. هناك فاتقوا الله يا أولي الألباب في سورة الطلاق أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا، طبعا الفاء بعد الهمزة. هنا إنهم ساء ما كانوا يعملون، بيعملوا إيه المنافقين دول؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة يعني ايه؟ يعني بيستخبوا وراها، يعني ما يحلفوا لك عشان تصدقيهم انت، هي دي يعني بيتقوا بيها. 14 اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم، والمنافقون ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، ويحلفون كذبا أنهم مسلمون وأنك رسول الله. ما هم في ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم كذابين، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا بالغ الشدة. المهم
خلينا نكمل هنا. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا. هناك في سورة الطلاق، فاتقوا الله يا أولي الألباب. طيب بالنسبة لإنهم ساء ما كانوا يعملون، جاية بعد اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، هنا جاية هنا في سورة المنافقون. يبقى عندنا الممتحنة والطلاق والمنافقون في الآيتين دول، 3 آيات دي. طيب بس إن شاء الله التفريق بينهم سهل. هي المجادلة جت الأول، فجت فيها إنهم ساء ما كانوا يعملون أولا. لما نروح هناك هنقول بعد، هنجيبها بعدها هنا، بعد عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك عملوا إيه يعني؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. هنا عندنا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هنا السورة اللي فيها عذاب كتير، أصلا في عذاب مهين جت في الصفحة الأولانية، جاء عذاب أليم وعذاب مهين، صح؟ والكافرين عذاب أليم والكافرين عذاب مهين. دول أيضا بقى لهم عذاب مهين، دول منافقون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. الأولاد بتيجي نمرة اتنين، دايما بتيجي نمرة اتنين، هنشوف دلوقتي في كل السور الأولاد بتيجي نمرة اتنين، ما تجيش الأول. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. عندنا وأولئك في سورة آل عمران، هنا ما في و، يبقى دي مختصرة عن السور، زي مثلا رقبة مؤمنة، ما فيش عندنا في النساء هي مؤمنة، وكمان توبة من الله في النساء، يعني في السور الأكبر. وهنا الواو في آل عمران. طيب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. امتى الكلام ده؟ يوم يبعثهم الله جميعا هنا فيحلفون، هناك فينبئهم وبعدين هم يحلفوا، فيحلفون، عايزين هي ويحلفون على الكذب، وهنا أيمانهم، وهنا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. الحاء زادت معانا كده هنا، ها، يحلفون يحلفون يحسبون يحلفون. طيب يبقى هنقول هنا استحوذ وحزب وحزب وكده، يحدون، هنقول ايه؟ عايزه اقول حاجه تانية هنا، اعلم على اولئك هنا، واعلم على اولئك هنا، واعلم على اولئك هنا، 3. ادي واحده ودي التانيه ودي التالته. طيب بعد ما لهم عذاب مهين، وبعدين أولئك أصحاب النار، وبعدين ويحسبون أنهم على شيء، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ، هاخد الذال، كاذبون، كذب كذب، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان، الشيطان 3 مرات أيضا، 1 2 3، هم الخاسرون. طبعا احنا عكسهم بقى، المؤمنين في الصفحة اللي ورا هم المفلحون. طبعا الخاسر في الآخرة يعني رايح النار، والمفلح رايح الجنة. إن الذين يحادون الله ورسوله، جت قبل كده في الصفحة السابقة في الآية 5، هناك قلنا كبتوا كما كبت، عشان في عندنا الكافرين عذاب أليم والكافرين عذاب مهين. هنا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك، زي ما قلنا هنا في 3 أولئك، 1 2 3، وبعدين أقول في الأذلين عشان هنا عندي ذال حواليا كتير، ذال 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 ذال. طب يحادون الله ورسوله يعني كأنهم بيحاربوا الله ورسوله، فربنا بيقول لهم إيه؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والصفحة اللي وراها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون مد 6 وحاد مد 6، فعندنا الله ورسوله قبلها لأغلبن أنا ورسولي، ولو كانوا 4 حاجات، ولو كان أبوهم حتى، لأن أنتوا عارفين في الكفار منهم اللي أسلم الأب، ومنهم اللي أسلم الابن، ومنهم اللي أسلم الأخ كده، يعني مش كل الناس اسلم، منهم اللي اسلمت الزوجة بس، فمش كلهم كانوا اسلموا. حتى لو كان ابوه كافر وهو مسلم ما يوده، لان ده بيحارب ربنا. يعني كان عمر بن الخطاب ممكن يقتل اي حد ولو كان قريبه واقرب الاقربين.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طبعا بيبدأ بالآباء وأقرب الناس بعد الأب الابن، وبعدين الأخ، وبعدين العشيرة بقى بقية الأهل. طيب دلوقتي 4 حاجات دول، 1 2 3، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. فأولئك كتب الله، كتب في قلوبهم الإيمان، أدي واحدة، وأيدهم بروح من، أدي التانية، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أدي التالتة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أدي الرابعة. أولئك تاني، هنا عندنا أولئك وأولئك مرتين، حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. فعندنا هنا الحاء حادونة، أو لو عايزة جيم خاء حاء، روح هنا، مفلحون، حزب الله هم المفلحون. طيب المهم، سورة الحشر بتبدأ بالتسبيح وبتنتهي بالتسبيح، هنا سبح وفي آخرها يسبح، وقبلها سبحان الله، في الآية اللي قبلها سبحان الله، وقبلها تهليل، يعني نستعد لهذا الربط من قبل ما نوصل هناك إن شاء الله. هنا سبح مثل بداية الصف بالظبط، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بالنسبة للحديد ما فيهاش ما هنا. طيب المهم، بالنسبة للحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فهنا اسم السورة جاية في الآية دي، اللي هم يهود بني النضير، ربنا سبحانه وتعالى أخرجهم من مساكنهم اللي هي كانت بتجاور المسلمين حول المدينة، وذلك أول إخراج لهم من جزيرة العرب إلى الشام، ده أول الحشر في سورة الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم ما ظننتوش أن هم يخرجوا، وهم كمان ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هم ما يقتلوا إلا في حصون، قرى محصنة. هنا قرى، هنا عندي من أهل الكتاب وعندي هنا من أهل القرى. طيب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهنا النار رهورة. يعني هما مثلا عارفين ان ربنا اجلاهم، يعني يخرجوا من البلد فيخربوا البيت، يعني يشيلوا السقف، مش عارف يشيلوا ايه ويشيلوا ايه ويشيلوا ايه، يقولوا عشان المسلمين ما ينتفعوش بيه بعد ما نخرج. طب ما انتوا كده بتخربوا بيوتكم. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. سبحان الله. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اليهود دول، ولهم في الآخرة عذاب النار. ليه كل ده؟ لأنهم بيشقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق، بس قف واحدة، ما عندناش ورسوله، يشاق الله بس، فهي حاجة واحدة، فيشاق الله قف واحدة، إنما هناك ورسوله في الأمثال عندنا يشاقق، فكنا التشديد او الادغام، لما كان حاجتين يبقى 2 قاف، هنا قاف واحدة يشق لها، فإن الله شديد العقاب، شين شين شين، سهلة كده. طب عندنا كمان هنا شديد العقاب، يبقى في الصفحة اللي ورا أما أتكلم على الشيطان مش هقول شديد العقاب، هقول إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين، يعني كمقارنة بينها وبين الأمثال. طيب شق الله ورسوله، فالمؤمنون ممكن يخربوا بيوت اليهود دي وهم بيحاربوهم، أو ممكن يقطعوا النخيل، كان عندهم نخيل كتير والشجر وكده. النخلة ديت اسمها لينا، لينا يعني نخلة. ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني ما قطعتوهاش يعني، فبإذن الله. آه
طب وليخزي الفاسقين. طب هم هيتخزوا ازاي يعني؟ ما تقطعوا لينا او ما تقطعوهاش النخلة او ما تقطعوهاش. بيقول وليذل بذلك الخارجين عن طاعته المخالفين امره ونهيه حيث سلطكم على قطع نخيلهم وتحريقها. بيقطعوا لهم النخل ويحرقوه عشان ما يجوش يقولوا احنا لنا نخلة هنا ولا لنا هنا ارض ولا لنا حاجة، خلاص مالكوش حاجة هنا. ما قطعتم من لينة، هو بيكلم الذين امنوا هنا، او تركتموها قائمة فبإذن الله على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هتيجي في الصفحة اللي وراها ايضا الفاسقين بيكلم ايضا المؤمنون اللي هي الفاسقون في الآية 19، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهنا بيكلم المؤمنين أيضا هنا وليخزي الفاسقين، بس الفاسقين دول اللي هم إيه؟ الكفار. وما أفاء، يبقى عندنا هنا ما وما وبعدين ما وما ما وما ما وما وما أفاء الله على رسوله. هننتهي الله على كل شيء، كل على على فيها ثلاثة. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني من أموال يهود بني النضير، فلم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا. يعني بيكلم المؤمنين هنا، فربنا سبحانه وتعالى هو أفاء على رسوله، الفي اللي هو الأنفال يعني اللي هو اللي بياخدوه من الحرب يستفيدوا بيه. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه فيستسلمون لهم بلا قتال. والفيء ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال اسمه فيء، والله على كل شيء قدير. طيب هنا الفاسقين وأفاء فاء فاء وفاء والقاف في برضو في العقاب وقائمة والفاسقين، وفي عندنا هنا قاف والقرى قاف والقربة قاف وشديد العقاب أيضا قاف والفقراء فيها قاف فيه قاف فهنا فيه فيه قاف فيه قاف. عايزة أقول هنا وما أفاء الله على رسوله منهم. طيب اللي فيها واو فيها منهم، اللي وراها ما أفاء مفيهاش واو مفيهاش الواو دي. ما أفاء الله على رسوله، مش هقول منهم بقى، هزود شوية، من أهل القرى. زودت شوية هنا، مش أنا اللي زودت يعني، بس بقول العلامة اللي بربط بيها. يعني هنا في واو فيها منهم مختصرة، هنا مفيش واو اتعوضت هنا من أهل القرى عشان ما ننساش يعني. هنا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وما أفاء هنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولو أقارب الرسول لله والرسول يعني يصرف في مصالح المسلمين العامة وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والأطفال الفقراء اللي مات آبائهم وكده والمساكين معروفين يعني. وما أعطاكم رسول من مال أو شرعه لكم من شرع فخذوه، وما نهاكم عن أخذه أو فعله فانتهوا عنه. طيب الكلام ده حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لا يتداول المال بين الأغنياء وحدهم، لا لازم يتوزع على الناس المحتاجة دي كلها، كل الناس المحتاجة الفقراء دول. أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هنا برضو أخرج من ديارهم وهنا أخرجوا من ديارهم، مش بس ديارهم وأموالهم، دول تركوا الأموال. رابح البيع أبا يحيى،
تركوا الأموال، تركوا الأهل، وتركوا الديار، وتركوا أشياء كثيرة، الفقراء المهاجرين. عشان كده هم ربنا بيكرمهم ورضى عنهم، هم مقدمين على الأنصار أيضا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. بعدين الله ورسوله، الله ورسوله، شقوا الله ورسوله. هنا دول ينصرون الله ورسوله، ما هي زي حرب بقى. وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صاد وصاد. واللي يليهم في المرتبة مين؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، اللي هم استوطنوا المدينة وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين إليهم، بيحبوهم، يحبوا المهاجرين ويواسوهم بأموالهم ولا يحسدوهم على أي حاجة اللي جات لهم، يعني المال من الفيء ولا حاجة، ويقدمونهم لأنهم ذوي حاجة، يعني تركوا أموالهم وأراضيهم وكل حاجة، ولو كان بهم هم فقر. طيب، ومن يوق شح نفسه فأولئك. عايزة أربط هنا، هنا في صدور، بعدين أنفس، بعدين خصاص. صاد أنفس خصاص، وبعدين أنفس صدور، أنفس خصاصة، وبعدين نفس، نفس يعني عايزة أقول صاد أنفس خصاصة، فيها صاد أيضا، وبعدين نفس. طيب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عندنا أيضا هذه الآية في سورة التغابن، آية 16، بعدها إن تقرضوا الله قرضا حسنا. لكن إحنا هنا بنتكلم على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اللي هم الذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل هنا من بعدهم، وعندنا في الآية اللي قبلها كان إيه؟ من قبلهم، ها، وديت من بعدهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا، يبقى اغفر ولا تجعل غل، غن وغن، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم ترى تاني؟ لا، هنا ما كانش فيه، هي كانت في المجادلة، في المجادلة كان فيها ثلاثة، واحدة ألم ترى أن الله يعلم، واللي وراها ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، واللي على الشمال ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هنا احنا في سورة الحشر عندنا اللي ربنا بيطلعهم هم اليهود، ودول كفروا، ومين عايز يواليهم؟ لأن دول أعداء المؤمنين، المنافقين طبعا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، دول المؤمنين اللي هم جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، بيقولوا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دول برضو لهم إخوان، يعني المؤمنين لهم إخوان مؤمنين زيهم، والكفار والمنافقين لهم إخوان كفار زيهم، دول جنة جنة، دول نار نار. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، صحيح يعني هتخرجوا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، صحيح، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، زي ما في سورة المنافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هنا والله يشهد إنهم لكاذبون. طيب، إزاي هم كاذبون يعني؟ هيحكي لك. هنا عندنا بس وحدة لأن، ما قالوش لأن تاني، ها، هم قالوا لأن مرة واحدة، وبعدين قالوا وإن قتلتم، لكن إحنا ربنا هيقولها لأن 3 مرات، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ده هيطلعوا يجروا، لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون، مفيش نصر ولا حاجة، ده دول أجبن خلق الله، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني عايزين يهربوا بأي شكل، لا، أو يقولوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، صحيح، لأنتم أشد رهبة، بيخافوا من المؤمنين أكتر من بيخافوا من الله سبحانه وتعالى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم. هنا برضو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، في الآية 9 هنا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يبقى ده شرك بالله،
بيخافوا من الإنسان أكتر من المخلوق أكتر من الخالق، يبقى ده شرك بالله. هنا هنتكلم بقى سبحان الله عما يشركون، عشان كده يقول لهم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، توحيد. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. عندنا في المنافقون لا يفقهون، أو يقول عليهم فاسقين. ففيها فيه وقاف، فيه وقاف نافقوا، فيه وقاف لا يفقهون، وهنا برضو وكان بيقول عليهم فاسقون، دايما يقول عليهم كده يعني. عندنا كمان في سورة المنافقون الآية الأولى لا يفقهون وبعدين لا يعلمون، فدايما عايزة أقول لا يفقهون بتيجي الأول، فإن شاء الله مفيش لخبطة هناك، ربطنا بأشياء تانية إن شاء الله نشوفها. ده الرهبة، ممكن نربطها احنا كمان بحاجة تانية. الرهبة ديت فيها هي، لا يفقهون فيها هي، هنا لا يقاتلونكم لا يعقلون، بعد لا يفقهون لا يعقلون، لا يقاتلونكم جميعا. لما يحبوا يقاتلوا كل المؤمنين يقاتلوهم ازاي؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار، أو من وراء جدر، جدر في قراءات فيها جدار. طيب ليه بقى؟ بيخافوا، مرعوبين قوي، ما يحبوش يموتوا. بأسهم بينهم شديد، الآية 14، ما يواجهوش المؤمنين بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق والحاجات دي، أو من خلف الحيطان. عداوتهم فيما بينهم شديدة، يعني هم فرق وبيعادوا بعض كتير قوي، ميحبوش بعض. وربنا بيقول ألقينا بينهم وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. طيب تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة ولكن قلوبهم متفرقة. المهم عندنا هنا جميعا مرتين، أهي جميعا، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، هم في بينهم حرب دايرة كده، بيكرهوا بعض كره العام كيهود، يعني كفرق يعني داخل اليهود. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، انت اللي بتحسبهم جميعا، زي ما قال يحسبون كل صيحة عليه. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون. مثل مين؟ ما هنا عندنا كمثل وكمثل، كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم. هؤلاء اليهود فيما حل بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم بدر، ويهود بني قينقاع، حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع. دول اللي من قبلهم، اليهود اللي قبلهم يعني، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، وكمان لهم عذاب أليم في الآخر. طيب كمثل الشيطان، يعني هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووعدهم بالنصر، يقولون لئن أخرجتم لنخرجن، من القصة اللي بيقولوها لهم دي على رسول الله، بيوعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه. طيب عايزين نقول هنا إيه، عندنا شبهها في سورة التغابن أيضا. ألم يأتيكم نبأ الذين، بس فيها كفر مش كمثلي هنا، لأن إحنا ما رحنا ورا في التغابن، فبيسأل سؤال، ما جالكوش نبأ الذين كفروا من قبل؟ ما هي دي قبلها، يعني الحشر قبلها، يا شبهها يعني. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبله فذاقوا، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ليه بقى؟ هناك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم. فهنا يعني عرفنا التشابه ازاي، هنا كمثلي وكمثلي. دي أول مرة جت ما فيهاش كفروا، كمثل الذين ما فيش كفروا هنا، خدها اكفر وكفر تحت، قريبا ذاك ما فيش فاء. طيب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، تشبه بتاعت الأمثال
هناك هنا وقال، فلما ترى الجمعان هنا وقال إني بريء منكم، يعني في واو هنا وفي منكم هنا، وبعدين في جملة كمان هنا إني أرى ما لا ترون، وبعدين إني أخاف الله هناك بقى والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. هنا إني أخاف الله رب العالمين، احنا عندنا شديد العقاب جت مرتين في الآية 4 و7، فمش كل السورة هتبقى شديد العقاب بقى. هنا في عاقبة، فكان عاقبتهما. طيب إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار، مين هما؟ هو والشيطان اللي كفر والشيطان، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. خلاص دول دخلوا النار، فهيقول يا أيها الذين آمنوا، هيقول لهم إيه بقى؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد اللي هو إمتى؟ يوم الحشر ده. واتقوا الله، اتقوا الله واتقوا الله مرتين، واتقوا الله اتكررت هنا في نفس السورة في الآية 7، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هنا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، عندنا واتقوا الله الذي إليه تحشرون في المجادلة الآية 9، وفي الممتحنة لسه هتيجي وراها واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وفي الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن. فإحنا بنقول واتقوا الله هتجيلنا كتير في السور القادمة، فننتبه إن شاء الله للمتشابهات. إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني أكتر حاجة بتيجي بعد ما يكلم المؤمنين إن هي فاسقون. وبعدين لا يستوي السينات هنا ماشي معانا، أصحاب النار، الناري، الناري، وكانت في أول صفحة أيضا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. طيب يبقى 3 مرات كانت النار في السورة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا الفائزون فيها فاء والفاسقون فيها فاء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، عايزة أقول إيه، يتفكرون فيها فاء 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 فاء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، تشبه بتاعة العنكبوت، وما يعقلها إلا العالمون. هناك في العنكبوت العلم كتيرة، في العنكبوت هناك يعبدون ويا عبادي وكده، هناك في عين، هنا لعلهم يتفكرون فيه وفيه، يتفكروا في ايه بقى؟ في الحشر، ويعرفوا ان التوحيد بقى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، اول واحده عالم الغيب والشهاده، زي ما في اول حاجه في سوره البقره، الذين يؤمنون بالغيب. وبعدين في اخرها هو الرحمن الرحيم، اول حاجه عندنا البسمله، انا بربط كده يعني عشان اعرف اول حاجه اقولها ايه، بعد لا اله الا هو، هنا هو الله الذي لا اله الا هو تاني، الملك، ما هو يوم القيامه لمن الملك اليوم، او الملك يومئذ لله، فهو الملك بقى هنا في يوم الحشر. اول هو الرحمن الرحيم، اولا التهليل، عالم الغيب والشهاده، وبعدين هو الرحمن الرحيم، تاني هو الله الذي لا اله الا هو، وبعدين نقول الملك، بعدين هو الله بس من غير لا إله إلا هو، تالت واحدة الخالق الملك، وطبعا الباقي ده محفوظ إن شاء الله. وبعدين في آخرها نقول سبحان الله عما يشركون، فهو لا إله إلا هو مرتين تهليل، بعدين تسبيح مرتين، هذه سبحانه، وهنا يسبح، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، نعمل بها إيه دي؟ ندعو بها. يسبح له ما في السماوات والأرض من غير وما هنا، وهو العزيز الحكيم. يبقى دلوقتي التسبيح جه مرتين في أول سورة الحشر، أولها جت سبح لله، وجت في آخرها يسبح لله. السورة اللي وراها مفيهاش تسبيح، ممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
الوقت بيقترب، مش عارفة أتوقف ولا أعمل إيه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. عندنا آخر آية في السورة بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، يعني يتولوهم يعني ياخدوهم أولياء، غضب الله عليهم لأن هم عدو الله وعدوهم، يعني أعداء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني عشان أنتم أمنتم وخرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضتي، هم عايزين، هم أعداءكم كده، بيخرجوكوا ليه من مكة؟ تسرون أنتم إليهم بالمودة. الأول تلقون من فوق، من فوق تلقي، بعدين تسرون. طب ما ربنا بيعلم باللي احنا بنخفيه واللي احنا بنعلمه. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ليه بقى؟ دول أعداءكم، دول أعداءكم وأعداء الله، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء تاني، أعداء. عندنا كمان العداوة تحت هنا، يبقى عدوي وعدوكم أعداء والعداوة. يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يبقى هنا في كفروا، وبعدين في عندنا هنا تكفرون، وبعدين في هنا كفرنا بكم، وبعدين للذين كفروا. عايزة أعلمها كده آخر حاجة في الصفحة، للذين كفروا، عشان هنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. في سورة تانية في يونس مثلا، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. هنا للذين كفروا وليست ظلموا، فالظه جت في الأول هناك وهنا كاف في الآخر. وفي نحن هنا بنقول كفروا وتكفرون، كفرنا للذين كفروا. عندنا على الشمال الكفار، الكوافر، الكفار، وفي آخر آية الكفار في الصفحة اللي ورا. طيب هنا بيقول لهم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، برضو أولادكم جات التانية. عايز أقول يعني لو كانوا أقاربكم زي آخر المجادلة يعني، ولو كان أباءكم أو أبناء أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، مش هتنفعكم يوم القيامة، مش دلوقتي يعني. ليه؟ هيفصل بينكم، يفصل بينكم يوم القيامة. يعني كل واحد يعني ما تقوله خد مني سيئة واحدة بس، يعني أنا ما أعرفكش، نفسي نفسي، أنا أروح النار ليه؟ يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. صاد وصاد. قد كانت لكم أسوة، هنا لقد كان لكم فيهم أسوة، هنا قد ما فيهاش لام في الأول، فعشان كده فيها ت. انا بعمل يعني كده، اللي ما فيهاش لام يبقى زودنا الت، اللي فيها لام ما فيهاش ت. طيب قد كانت لكم أسوة حسنة في مين؟ في إبراهيم، وهنا إبراهيم تاني. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، مش بس براء، ده احنا كفرنا بكم، وكمان بدا بيننا وبينكم العداوة فاعل والبغضاء. لحد امتى الكلام؟ حتى تؤمنوا بالله وحده، الا يعني لكن قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، عشان كان وعده ان هو هيستغفر، فلبى يعني حقق وعده. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. لما لقى عدو لا تبرأ منه. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. هنا بصير والمصير، وهنا يفصل. ربنا تاني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، دايما إبراهيم يدعي واغفر لنا ربنا، يبقى في ربنا ربنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. مش من ساعة ما ربنا قال له يعني في سورة البقرة الآية 260 واعلم أن الله عزيز حكيم، في معظم الأدعية هو يقول إنك أنت العزيز الحكيم. طيب لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان، اللي فيها لم هنا فيها لم هنا،
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طب وليه تولى؟ فإن الله هو الغني الحميد. مثل مين؟ مثل في سورة الحديد بعدها، لقد أرسلنا رسلا. هنا وعندنا برضو والله غني حميد في التغابن من غير إن الله، بعدها زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. هنا بنتكلم على إيه؟ المعاداة، الأعداء دول هنعملوا فيهم إيه؟ ما يكونوا قرايبهم يعملوا فيهم إيه؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، يعني ممكن يزور أباه أو أمه لو كانوا كفار وكده، زي أم أسماء دخلت عليها وهي مشركة، نبرهم أوكي، يعني ما في مشكلة إن احنا نعاملهم كويس. إن الله يحب المقسطين، يعني نعدل. إنما ينهاكم الله عن مين بقى؟ عن الذين قاتلوكم في الدين، نفس هنا، وأخرجوكم من دياركم، وكمان ظاهروا على إخراجكم، يعني بيتفقوا مع أعدائكم أن تولوهم. دول ما تتولوهمش دول، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. عندنا مثلها، ومن يتولهم منكم في المائدة وفي التوبة. هنا مفيش منكم، السور في الآخر يعني مختصرة، هتلاقي معظم الكلمات في السور اللي هناك المتوسعة الكبيرة مش هنا. طيب هم الظالمون. وبعدين نتكلم يا أيها الذين أمنوا، دي سورة إيه؟ الممتحنة. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، دي حالهم يعني، فامتحنوهن، امتحنوا الإيمان بتاعهم، الله أعلم بإيمانهن والله عليم حكيم. الله أعلم والله عليم. فإن علمتموهن في الآخر، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، كلمة على الإيمان هنا، أنتم يا مؤمنون. هنا عندنا في الآية الأخيرة، في الآية في الصفحة اللي ورا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات أيضا، بس هناك يبايعنك، فهنا ميم وهناك ياء. فإن علمتموهن مؤمنات، نعملوا فيهم إيه؟ فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم. المؤمنة ما تتجوز كافر أبدا، إنما ممكن المسلم يتجوز كتابية يعني، وبعدين ممكن بيسيبها على حالها كده، أو ممكن بتسلم، إنما العكس لا، المؤمنة ما تتجوزش كافر. فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. عندنا بقى الإنفاق هنا، وبعدين ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أنت ممكن تتجوزها لما تبقى هي مؤمنة، تتجوزها أن تنكحوهن، بس تديها المهر إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما تخليكوش ماسكين في الكفار وعايزين تتجوزوا كفار. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يبقى هنا في ما أنفقوا، ما أنفقوا، في كمان واحدة ما أنفقوا تحت هنا، ثلاثة هنا ما أنفقتم. ذلكم بكلم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يبقى حكم يحكم حكيم، جبنا أعلم وعليم هنا، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، فعندنا هنا الكفار والكوافر والكفار، فعاقبتم لأي 11، شوف بس معناها، إن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات، إن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن، يعني هو كان متجوز واحدة وعطاها مهر، وهي بعدين راحت لحقت بالكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم، اللي هو مهرها اللي أنت عطيته لها، من أزواجكم إلى الكفار، وراحت عند الكفار وارتدت يعني، ولم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها لهن، ثم ظفرتم بهؤلاء الكفار، وبعدين انت مسكت الكافر ده كأسير مثلا وانتصرتم عليهم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها. ياخد بقى هو من الغنائم اللي هو ذهبت أزواجه دول إلى الكفار، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا،
يعني ياخد زي مهره بالظبط من الغنائم، من الغنائم او غيرها مثل ما اعطوهن من المهور قبل ذلك، وخافوا الله الذي انتم به مؤمنون. دول ياخدوا حقهم الاول، وان فاتكم شيء اللي هو كان عطاها مهر وهي ارتدت وراحت للكفار، فلما يمسك الكافر ده وياخد منه الغنائم، ياخدوا الغنائم، فياخد الاول حقه اللي هو المهر اللي دفعه ليه اللي ارتدت وراحت اتجوزت الكافر ده. بعدين يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا، الاول شين وبعدين سين، ولا يسرقن، بنتكلم على المال والفقر وكده، فبعد الشرك بيجي هنا سرقة، يعني ممكن واحدة تحتاج مال وبعدين تزني وكده، وبعدين لما زنت بقت حامل تقتل العيل، يعني الواحد بقدر ممكن يرتبها كده يعني. إنما هي هنا ولا يسرقن شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلها، يعني وهي حامل ممكن تسقط نفسها، أو بعد ما تولده تقتله، ممنوع الكلام ده، حرام. هما هيبايعوا الرسول إن هما ما يعملوش الحاجات دي. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، اللي هو إيه بقى؟ يعني لا يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهم، يعني ما تبقاش هي حامل من الزنا وتتجوز واحد ما يعرفش إنها كانت حامل وبعد كده تقوله ده ابنك. يبقى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. لازم الحاجات دي كلها. وبعدين يستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. زي الآية 7، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما، اللي هم مثل أول الآية بالظبط، زي السورة اللي قبلها تسبيح في الأول تسبيح في الآخر، هنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هنا يا أيها الذين آمنوا، أنتوا بقى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، ما تعملهمش أولياء قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الصاد هنا الصف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.